عندي عم بعمل ريبلاينج. انت هيك جنبي كيف ما فات؟ هلا فات. انت ما مش جايب هلمت؟ ما عندي هلمت، رميلي تبعك. كلنا هوا حطينا الموت سيمتر. نزلنا السنسيتيفيتي. هذا انت؟ اها اوه هي معه كمان هذا. لا لا تركدش تركدش اصبر. شفت؟ تركدش. يا عم يضرب واحد سنايبر وعلى الاغلب بلاير عم يضربنا النا. لا هو بكون شايف حدا عم يطخ عليه. شوف الدروج دروج هدول. هذا ما في ما في ما في ما في. لا ما دام ما بين عندي معناته ما راح يبين عنده. شوف شوف الدروج اللي وراي احمد. هاي بين كيلر هون. في بين كيلر بالسنتر. شو بدي بالبلوكس هدلون اللي عم يطلعوا لي؟ بتاخذهم يا اما لميشنز يا اما بتاخذهم للهايد اوت. شوف في شي بالشنطة؟ بالشنطة في بين كيلر. ايوه هاي البين كيلر عندي. خليه عندك بالالفا. بالالفا؟ اه. يلا خالصين خالصين. اخذ من عندي لهون. ليا 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 جاي معك. وينك انت؟ وينك ليك؟ اركض. في حد جوا في حد جوا في حد جوا في حد جوا. في حد عندنا هون. سامع؟ في حد عم بركض. ليكو ليكو طلع طلع طلع. قتله؟ قتلته. ناخذ له الشوت جان اللي معه. دير بالك مرات بيكون عامل حاله ميت. في حدا تاني؟ في حد برا لسه. هذا بيمسي. دير بالك هذا على الاغلب بلاير. هلا فارس. حركنا احمد. هلا فارس. شو لون الديسكات اللي عنده؟ صباح الليل. صباح الخير. مساء الليل احمد. حاول ما تطول. حاول مش ضروري تاخذهم الدي في دي هذول. بعدين تاخذهم بيجوا بكثره. شو لون الدي في ديات؟ سيبك منهم سيبك منهم. احمد حاول تخلص بسرعه. الو الو. سامعك فارس. هذا كان بالاوفيس فوق على فكره. ليش هيك صوته فارس؟ قاعد اقرا. ها؟
قاعد اخرب لك اقرا. عمارة. لا ليش هيك صوتك؟ صديق طالع على كلامنا. انت سامع مين صوته؟ اللي كان معكم؟ هذا الاوفيس، هذا الاوفيس ما بفتح الا لما يكون معك المفتاح. انا معي المفتاح ماشي، بس هو فتحه اساسا عشان هيك فضي ما فيه شيء. ها شباب، ايوه فارس اللي مرسل لي دعوة، مين هذا خويكم؟ ما عارف ليش هيك صوت صوت فارس. من هجوم سبيكر اسمه هجوم اللي بعت لك الدعوة؟ ايه هذا مين؟ والله ما بعرف، فات قعد ثواني وبعدك طلع بعت لي انا برضه انفايت فريند ريكويست. ايه ما اتكلم شيء بطيخ ولا شيء. لا برضه. طيب ما طيب في لايف ستريم؟ بس دخل الشغلات تبعوني. ما عندكم لايف ستريم؟ نبي نشوف. لا بسوي لك لايف ستريم شوي. خزنة خزنة ترى تفتحها بس هو فتحها. ليش هيك صوته فارس متغير؟ على شان على التليفون. صوته على التليفون غير صوته على بلاي ستيشن. ايه صوتي بعيد ولا قريب؟ اسوي لك ستريم. صوتك اوضح. ايه ايه ابي اشوف. يلا يلا وينك مختفي عادي؟ موجود بس بلعب بالجيم هاي صار لي فترة. يومين وينك؟ بلعب بالجيم هاي عمالي عم بحاول اخلص مشنز عندي. احمد انت بتتحرك؟ لا في حد تحتينا. انت وينك؟ انا لساتني عند الممر. هلا انت ايه هذا انا. اصبر شوي اصبر اصبر اصبر. انت كنت تتحرك بالغرفة قبل شوي؟ لا وقفت. يعني انت اللي كنت تتحرك؟ فكرت في حدا. لا ما كنت اتحرك. ثواني تعملش اي شيء. اصبر الالوان عندي غامقة. حرك معي حرك معي. تمام بين كونتينر هون. بدي اقتل اثنين بي هي. كيف كان بيقرفص؟ سي ايوه بس الضرب. اوكي انا عرفت وين. انسى طنشهم. وين رحت؟ من هون من عند الحيط من عند الحيط من عند الحيط. تعال وينك؟ خير اتركني لحالي. فكرتك شايفني المفروض ماشي وراي. عم شوف وين كان الضرب. فوت على هذا البيت نلوته. تلعبون من دي؟ لا انساك منه. يلا يا فارس لا بسوي لك ستريم. يلا ننتظر بس خلينا نطلع من هون. وين رايحين احنا؟ على الاكزت ولا بعد ما سوينا شيء؟ لسه 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 احنا مش طالعين على الاكزت. لسه بدي اخلص اخر مشنين. طب بدي الشوت جان ارمي لي اياه عشان اعطيه اياه. معيش اياه كان معي وانا سكاف. لحظه في واحد عم يمشي. قتلته هداكي؟ لا لا في اثنين كان كانوا سكاب.
قتلت واحد ولا اثنين انت؟ ولا واحد؟ ولا واحد لسه، بس في واحد منهم متصاب مني. خليك معي، خليك معي. عبي؟ ما عم يعبي. اصبر اصبر. في صوت حد تاني كان طخ. دون بلاير ولا بي سي؟ لا لا سكاب سكاب عادين. فوت عليهم؟ بدنا نطخهم. انت قلت تطخ علي احمد؟ لا لا مو انا. خذ الشوتجن بسرعة، خذ الشوتجن حقط عليك. وين؟ ما عم يطلع لي سيرش. ايوه ليك ليك ليك. راح اخذ الفيست تبعه كمان. ها items incompleted. ليش؟ بسرعة بسرعة بسرعة. في سكاب. وينه وينه؟ انا متت انا متت انا متت. هذا بديش اياه يصير. شفت؟ حاول انك تخلي اللوت عندك سريع. قتلته قتلته. ما عم باخذ شيء. كيف بدي اعبي سلاحي؟ ريلود ار. اوف ما معي امو. طالع بدون امو؟ حبيبي قلت لي انت ما قلت لي. تاخذش سلاحي. اوعك تقرب على سلاحي. استخدم الشوتجن. سيب لي سلاحي لانه انا راح اولع انه اخلص المهمات هون. ما خلصوش حتى. طب ما باخذ الامو اللي عندك. طيب ليش هيك رجلك مقطوعه؟ مش على هيك انا عم باكل زفت صلي اربع ايام اخلصهم. طب الفرد اخذ لك اياه ولا بدك اياه الفرد؟ لا خذ المسدس بدي شيء. وين الامو اللي عندك؟ بالبوكيت. اخذ لك الدكتاك تبعك. خذ الدكتاك. الدكتاك تبع البلاير اللي انا قتلته. جيم تشينجر. ايوه قلت دكتاك جيم تشينجر. ايش هو؟ ما اشي زي هيك. ما عاد عندي مكان يا عدول. شنطتك كبيره؟ والله شنطتك اكبر من شنطتي. اه طيب شنطات. خذ الشنطة، خذ الشنطة مش زعلان عليها. عندي شنطات غير الله غير الله. أعطيني الإكزيت يا ولدي. كيف كان الستريم أسويه؟ عدل بيسوي ستريم. والله يا معفن بسوي ستريم كنت على تويتش. آه هيها من هون. لو لايف سكاب فروم تايم. لا مفروض انه اوكي. باين عندك؟ وين؟ ديسكورد. ديسكورد. ديسكورد؟ اها. ما بالضبط؟ لايف ستريم؟ ما بعرف. اه؟ دقيقة خليني اشوف. اوكي. لا في حقة بادي ذي. شفت؟ لا مش لايف ستريم. على اسمي كان مكتوب كلمة لايف. عدول. احمد. وين اللي هي الامو اللي عندك؟ بالبوكيت بوكيت. سيرش بوكيت. اوبن براوزر على عدول. مش تويتش. صح؟ مش تويتش. مش تويتش. مش تويتش. شفت احنا وين بالجنرال بفايس؟ ما طلع كلمة لايف؟ لا. لا عمي هنا نطالع لايف عندي انا بتفرج حالي عمالي. بس اقدر ادخل على اسمك واروح انزل تحت تلقى عدول تويتش. افتح على اوبن ان براوزر. يعني افتح لي على تويتش فهمت؟ لا. طيب يا عدول كيف بدي اعبي سلاحي؟
بدك تطلع الامر شو اسمه اكبس رايت كليك على السلاح اقعد بزاوية هيك في مكان تعدول ريلود فارس ايوه طلع طلع الماج واعمل ريلود راح تلاقيه بعمل تك 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 بعبي اما على حبه حبه ولا ما في صراع فارس طلع لك خلو انا بعمل سكريم طب شو اسوي هلا ما في لا المفروض تطلع الديسكورد طالعة عندي انا هي لايف مو صح ادخل على الجنرال اللي انتم فيه فويس شانل واجعل اسمك عليه لايف ستريم ولا ما في عدول وين روح انت ايش بدك تسوي الاكستراكت ايه تسوي الاكستراكت بس لدبل او اكبس لي دبل او شوف الاماكن المكتوبة ايش find and extract dorm vex بعدين في عنا zb 10 12 03 04 old gas station و zb 111 او 1011 هلا من مكانك انت كمل مع الشارع انت يا اخذ بس ال في معه الاي كي اخذه ولا خليه الاي كي تبعي مش تبعه معي انا مش تبعه هو معه هذا اللي قتلته اللي قتلك تبعي اللي قتلك انا اللي جنبي اللي قتلني طيب خذ الاي كي تبعته بدل شو اخذه بدل الرشاش اللي معي لا خليه الرشاش اللي معي بدل الشوت جن الرشاش اللي معك الرشاش اللي معي اي كي اس كليك على الرشاش اي اكبس عليه رايت كليك تقدر تعمل له فولد في واحدة من الخيارات فولد ايه في فولد اكبس فولد اوكي وحطها عندك بالشنطة وين بالشنطة؟ الشنطة شنطة الظهر عم يطفي ويشعل يطفي ايش يشعل يطفي؟ شو بعرفني انت شو في اغراض كتير بالشنطة معك؟ فل شيل 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 منها شيل منها رايت كليك ديسكارد شو اسمه ديس مش عارف شو هو هذا اذا معك ولعات علب كبريت الشغلات هاي ارميها التي بلوك ديس في صوت ضرب جنبي الله يستر ما يكونش الضرب عليك اصلا وين بدي احطه طيب هذا الفولد؟ فضيت مكانين البلاك ساوي له دس بدك مكان تقريبا ستة اوف ستة يكونوا جنب بعض شوف المساحة اللي بطلبها فارس سم سمى الله عدوك ما تروح تجيب كمبيوتر 20-30 الحس بلا ما اقول لك يا شيخ غريبة مش طالع عندك على الديسكورد للسكريم تبعي طب احمد احمد بيلعب يمكن اندرويد مشكلة يعني ولا ما له دخل انت على التليفون ايه لا مش حيبين عندك سوري انا نسيت انسى موضوع السكريم ما هو علاج ما ادخل على تويتش حقي مش تويتش لا انا مش عامل ستريم على تويتش اجل ستريم على الديسكورد نفسه اما والله خدمه كويسه بس ليش ما جاء على الجوال ما بيجي لا
ها؟ ما بيجي على الجوال لا. مش كل شيء. بيطلع أفضل خدمة. بس وين بده يحط لك إياه على الجوال؟ كل شيء على الكمبيوتر، كل شيء على الكمبيوتر خلاص حطه على الجوال لا يشتري ما أشوفكم. غير نفتح على تويتش. شو؟ ما عم بقدر اسوي له احمد علق. احمد علق. انفولد. مش كل الاسلحة فولد، مش كل الاسلحة فولد. انفولد لا خليه، انت حطيته بالشنطة؟ لا ما حط بالشنطة. احمد بتقدر تطلع على الديسكورد تعمل سكريم؟ لا صاحبي خلينا نشوف شو بتسوي. صاحبي يا مدير. سويت له فولد تمام؟ بعدين بمسكه وبحمله. حطيت ست مربعات جنب بعض. مش ستة خط واحد، ستة بشكل مستطيل. ايه بس ما عم يمشي الحال. كيف؟ كم مساحة بده؟ قد ايه المساحة؟ اه انت حاطط سبريسر. ايه. لا بدك أكثر من ستة، بدك ثمانية. نرمي الدوك تاكس ما بدي اياهم صح؟ خليهم عندك بالالفا، انت في عندك مكان بالالفا؟ وين؟ لا في الالفا فل. شو فيها؟ رميتهم رميتهم ما عم يعود. ليش فيهم؟ اعملها بالطول. لا بالطول ولا بالعرض، كيف بالطول؟ طب ارمي السبريسور بعينك الله شو بدك فيها هلا. شو؟ ما في. كيف بدي ارمي السبريسور؟ شيل السبريسور، شيل السبريسور. السبريسور أهم شيء. شيلها، شيلها مؤقتا، أنت بدك السلاح أهم من السبريسور، أنت مش حطوخ بالسبريسور. شيلها أرميها يعني ولا أحطها بالشنطة؟ في مساحة لو شلتها تحطها بالشمتة؟ وين بدي شيلها؟ كيف بدي شيلها؟ رايت كليك على السلاح. اي انسبكت. انسبكت أول خيار فوق انسبكت. اي شيلها. وينها؟ راح تلاقي واحدة من الخيارات هدول المربعات الصغار تحت السلاح، واحدة منهم من السبريسر. وين حطها؟ اعملها هلا ديسكارد اول. طيب حط السلاح بالشنطة. طيب اسوي له فولد. فولد واحطه بالشنطة. ما عم ينحط بالشنطة ولا يمكن. احمد انت شو لعب بالشنطة؟ اسمع اعمل سكريم خليني اشوف. الشنطة افتح الديسكورد اعمل سكريم. مش بالجريد بالشنطة. اوكي اوكي حطيته بالشنطة خلاص. يا حبيبي يا حبيبي ما تحكي معي يا حبيبي. قلبي رح يفقع. لا تبغاني اجي كمبيوتر بعد. طيب الاشياء اللي زتيتها وينها؟ على الارض كلهم رح تلاقيهم. والله ما لو قدامك ما بين خطوة لخطوتين. بدي السبرسر وينه؟ على الارض برضه. بس الناس بتحكي عني عم بزلط. عم بلعب مع ناس بالغلط طخيت واحد قال لي بزلط. انا بزلط. واحد بالفريق معي قتلته بالغلط. كنا بنلعب فاكتوري. ايه واحد اسمه زومبي بس مش من اللي بتعرفوه انت. واحد ما عم بقدر اخذ السبريسر من على الارض. تاكد قديه عندك مساحه بالشنطه. عندي مكانين فاضيين او بالجريد. طيب لا مفروض لو عندك مكانين بالشنطه مفروض يسحبهم، يسحب السبريسر. طيب اخذت السبريسر. اخذته؟ طيب قديه ضل معك وقت؟ الله يستر. وين بيشوف الوقت؟ يا اما او واحدة يا اما دبل او مع الاماكن. عشر دقايق. عشر دقايق؟
وين بدي اروح سريع بدي اطلع في هالاغراض. كمل الشارع كمل الشارع. شايف الشارع اللي احنا كنا راح نكمله دغري؟ كنا احنا حنكمله دغري. لا انت واقف عند تقاطع مفروض. اي لا تمام مش تقاطع منعطف تقاطع. شغل الاستريم وخلاص. احمد 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 اي احنا اجينا من خلي الجسر على ظهرك. خلي الجسر محل ما قطعنا. طيب على ظهرك يلي قتلك يلي قتلك روح لعنده دغري هذا الشارع ولا الشارع. ماشي هو حياخذك منعطف شوي يسار ماشي ايه. او يمين بعدين دغري في مثل كمل شوي يسار ايه. كمل دغري كمل دغري في شاحنات وسيارات وكذا. اي ضلك ساحب لحد ما توصل في عندك جسر. في سيارة تحت الجسر عند النفق وفي زي قطار من فوق. ضلك مكمل لهناك. هلا دغري في الشاحنة وفي كمل 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 ضلك مكمل دغري زي ما بحكي. اركض. انت وين رحت؟ انا ما قلت لك كمل يمين. انا قلت لك كمل الشارع وخذ المنعطف يسار زي ما هو ماخذك تمام. ايوه ايوه بيجيك شارع على يمينك وتكملته. لا ما بيجيني شارع على يمين بيجيني طريق مسكر. احمد ارجع على الجسر اللي انا حكيت لك عنه. رح ارجع محل ما مثلت المقطعنا. طيب طيب بعدين وين نروح؟ تمام انت وين مواجه هلا محل ما قطعنا هون انا ولا لورا؟ انت متت انساني محل ما انا متت. طيب ايش على قدامك؟ ايش في قدامك؟ في الجسر محل ما قطعنا هلا يمين في مثل مخازن ابراج. انساني يمين. طيب انساني وين انساني يمين؟ انا عند جثتك. انت رجعت مكان عند جثتي. اذا مشيت لقدام شوي في طريق على اليمين شوي. مشيت لقدام. أحمد أحمد أحمد. يسار. ارجع ارجع عند الجسر ارجع عند الجسر ارجع عند الجسر محل ما قطعنا وخليه على ظهرك تاني. ايه ومشيت شوي على اليسار على الطريق يعني. تمام وفي شارع رئيسي على يمينك. كمل دغري بيجيك شاحن وباص وطريق مسكر. هلا طريق مسكر ايه في قبله يمين كان. كمل يمين من عنده ولا من الشارع اللي قبله؟ من عند الشارع. في حدا عم يضربني في حدا عم يضربني. انا سكاف فلير. لا مش سكاف فلير سكاف سنايبر زي انا ماكس ماكسيم. خذ السلاح. ما قلبه والله خايف انت رايح عند التشيك بوينت اللي انا بحكي عنها. قتلته ولا لسه؟ لسه عم ينزل ويطلع يا اخي. لا هو اللي قتلك. فضي سلاحي الثاني فضي سلاحي الثاني. شكله مات؟ لا مش شكله مات. بدك تعرف انه مات عن صحيح ولا لا؟ ما بعرف ما فيهاش شكله مات. ايوه شكله مات. بس خليني اخذ بين كيلر يوز ولا ال الاي اي يوز. عندك نزيف؟ عندي الليفت ارم حمرا كتير والرايت ارم. في طالع تحتهم زي صور هيك مربعات. ناخذ له الشوتجن. خلي الشوتجن معك عشان تعطي له البرابور. اخذ الثاني مات. خذ الثاني خذ الثاني. بدل شو بدي اخذه؟ يا الاكي يا سلاحك.
اوف خلصت؟ ده يا اخي اخذ الخوذه تبعه او خليها احمد ما بضلش معك وقت. واحد عامل كود جنبي قتله سكاف قتله. لا يمكن بلاير عم يركض ركض او ممكن السكاف بركض. قتلته. طب هلا انضربين قتلته. طب خلص اركض سيبك منه اركض. بتحكي لي شاحن وطريق مسكر، انا نفسي اعرف انت وين رحت يا اخي. في ضرب كثير جنبي سكاب شافوك معه السيجا 12. انسى السيجا مش كتير كويس. هذا شوت جان اوتو شوت جان دوك تاغ. هذا لاعب بدي اخذ شنطايته. كيف بدي اخذ شنطايته؟ بدك تفضل الاغراض اللي عندك بالشنطة فيها وتشوف اذا بتنفع تاخذها بالشنطة اللي معك ولا لا. معناته هذا اللي انت قتلته بي ام سي مش والله من حظك قتلته. طالب شكله كان متصاوب او انه واحد جديد. بس بدي اطلع انا اخذ شغلات كتير يا بدي اطلع ما عاد فيني. لا تسمع شيء؟ لا لا انا بموت انا بموت. اخذ بين كيلر يوز. خذ بين كيلر. في عندك نزيف معناته انت بتموت. عندي نزيف والله نزيف. وين الاكزت وين الاكزت؟ قريب ولا بعيد؟ طيب انا مش عارف انت وين. ما انت مش راضي تفتح لا ستريم ولا مش عارف كيف بدي اقول لك انت وين. نفس المكان نفس المكان. شاحن او باص قدامك. صارت الدنيا حمراء عندي. شو ساوي؟ في عندك انت باندج او اي شيء؟ ما في غير بين كيلر مش حيفيدك. والاي اي بات باتري مدري شو هي. شو بعرف اي اي شو اسوي؟ رح اموت. خلص سلم امرك لله وموت. شو اسوي لك؟ باعها. عم بشرب عم بشرب عصير. في معه جوز هاد في معه جوز. ما في معك سبلنت ما في معك اي شيء؟ ما اخذتش شيء من الهيل اللي كانوا معي؟ لا وين انت؟ طيب استنى ارجع لك. لا حبيبي انا عندك. راحت اللعبه. انا عندك. راحت اللعبه. على ما ترجع وبدك تدور وين مكان الاكزت لا وصلت عليه وبدك توصل راحت. ارجع لك. وين وين كانوا تبعاتك هذلون؟ رجعت عفن الشارع. انت قلت برجع له يا اخي. ما عندك شيء انت وين؟ يا اخي حرام عليك. انا اللي حرام علي. وين بدي اروح؟ طيب وين بدي اروح على السريع؟ بعيده ولا قريبه؟ طيب افتح على ستريم. بعيده بعيده. خليني افتح على ستريم يوريك اياه. مش راضي افتح لايف ستريم يا احمد. وين تفتح لايف ستريم؟ طوط سبحان الله حتى فارس عرف. طب روح روح يمين من على الشارع. سؤال روح يمين من على الشارع ولا بعد الشارع من على العشب؟ ايش انت قلت لي في شحنه وباص والطريق مسكر؟ ايه ايه خذ لليمين. اليمين على العشب كمل صح؟ كمل على الشارع يمين. والله ما انا عارف انت وين. اقسم بالله ما انا عارف انت وين. انا بحكي لك هيك. طب في شق 28 ثانية باقي. لا خلص انسى 28 ثانية انسى. وين انسى وين؟ مش حتوصل مش حتوصل 28 ثانية مش حتوصل. شو بصير يعني؟ خلص سيب الكاركتر عندك يموت. مشيت مشيت يمين صرت عند الجسر. كمل من الجسر دغري. الجسر فيه عليه قطار صح؟ عليه باص كبير. باص كبير؟ شكلك رجعت.
في باص. طيب اذا تلك اسماء المناطق تعرف؟ لا لانه محدش محفظ المناطق بالاسامي بالضبط في هالجيم، مش كلهم، ما فيش غير انترتشينج بس. طب انا صرت لسه عم يمشي، ما خلص بالهوا الشاشي. وين الطريق يا حدول؟ شو عرفني؟ انت مش راضي تفتح اشوف. هلا اذا خلص الوقت عادي بضل بمشي عادي؟ لا بعد فترة رح تلاقيك خلص سكر الجيم. في مواقف باصات، انا عند مواقف الباصات في 3-4 باصات. كم خليها على يسارك وكمل دغري. خليها على يساري وكمل دغري، اكيد؟ اوكي، بيجي عندي طريق مسكر وفيه صارت الشاشة السوداء. خلص اوكي، راحت الحكاية، سلم. حرام يا زلمة، طب هلا المشكلة بدي ظبط الستريم، ما ظابط ال طيب خليني بدهاش شيء، اعمل بس اكبس لايف، رسمة الشاشة لا اكبس لايف اعرف وين. انشالت الهي عنا. انشالت الهي. انشال اليوتيوب وشلت اغراضي وشلت كل اشي ورحت انا في داهية. لا خليت لك السلاح تبعك اللي ما اخده. يا سلام يا فرحة اهلي. شوف قتل ثلاثة، واحد اسمه كيريل سالو سكاف هيت شوت، واثنين مش طالع اسمي واحد لا طالع اساميهم، واحد اسمه رومتشيك كيلد، وعندك فادي مكا هيت شوت. اقول هيد شوت انت اللي قتلته ولقيت معاه الدوك تاج، وين كانت الدوك تاج معاه؟ بالشلته ولا بمحل محل الدوك تاج؟ لا محل الدوك تاج مدري بالشنطه محل الدوك تاج؟ والله ما اعرف اذا بالشنطه هذا كان سكاف مش بلاك.